بسم الله، هذا مثال على السوكت نتورك أو سوكت أوفر نتورك. فخلينا الآن نأخذ المثال هذا على كلاينت سيرفر ستايل. فحنعمل في هذه المشين السيرفر، وفي المشين الثانية حنعمل الكلاينت. فهذا السيرفر حنبدأ بالكرياتينج الفانكشنز، بعدين نشوف ايش متطلبات كل فانكشن. فأول شيء نعمل السوكت. بعد السوكت حيكون عندنا البايند، وهي ربط السوكت ب الاي بي ادرس. بعدها اللسن، بعد اللسن في اكسبت، بعد الاكسبت في سند وريسيف، حيكون عندنا كونكشن. وبعد الريسيف في عندنا اما شت داون او كلوز. هذه بشكل عام السيرفر. الكلاينت حيفرق فقط، بدل الاكسبت واللسن والبايند حيكون في كونكت. فنبدأ بالسوكت. خلنا نروح على المانوال بيجز. المانوال بيجز، فنقول السوكت حنحتاج الى header files sys/types.h و sys-socket. .h. بعدين نروح على الفانكشن. بتحتاج دومين وتايب وبروتوكول. الدومين والتايب موجودة عندنا في المانوال بيجز. حنختار الدومين af_inet، والبروتوكول عفوا التايب حيكون من ضمن التايب sockstream. والبروتوكول زيرو. فنقول هنا sock_stream والبروتوكول زيرو. فهذه السوكت حترجع الفايل ديسكريبتور لهذه السوكت. فحنقول هذا السوكت اي دي، او نسميها السيرفر سوكت اي دي. وحنعمل هنا انت سيرفر سوكت اي دي. بعد السوكت نعمل البايند. هذه البايند فانكشنال بايند بتحتاج السوكت اي دي اللي هي سيرفر سوكت اي دي، بالاضافه الى ال ادرس، وانما على ستراكشر للادرس سوك ادر. طبعا حنحتاج اذا نعمل ستراكت. في عندنا سوكت ادرس، هذا السوك ادرس هو البيز. في عندنا سوك ادرس انترنت. السوك ادرس انترنت اسهل، ونقدر نعمل كاستنج بعدين سيرفر ادرس. طيب نعمل انيشالايز لهذا الستركشر. ممكن نعملها سيرفر ادرس دوت اس ان اندرسكور فاميلي يساوي اف اندرسكور اي نت. بعدين سيرفر underscore address dot sn. هذا البورت. البورت حنحتاج الى function h2ns. هنشوفها في المانوال.
H2NS فحنقول H2NS وحناخذ كمثال بورت نمبر 300 وحنحتاج اللايبراريز include arpa inet.h وبعدين نضيف ال IP address dot sn address dot s underscore address. لاحظ ال IP address في إضافة اللي هي ال s adder. هنضيفها باستخدام ال function inet address. وال inet address هذه تحتاج I think إلى library inet address. نعم تحتاج إلى library socket موجودة socket والأربع inet موجودة ولكن net inet dot include net inet n dot h. فهذا الـ IP address. الـ IP address نقدر نجيبه باستخدام الأمر IP version 4 colored و address. حيعطيني الـ IP 192.168.1.110 فهذا الـ IP address. طيب بعد الـ IP address نكون كملنا الـ structure. حنضيف الـ structure ولكن بعد ما نعمل لو رجعنا للبايند بعد ما نعمل له كاستنج فنقول struct sock adder كده نعمل له كاستنج ولكن ناخذ اول شيء البوينتر سيرفر adder. طيب يتبقى اللينث حنقول size of server address. طيب هذه البايند. بعد البايند نعمل اللسن لسن اللسن بتاخذ السوكت اي دي بالاضافه الى الباكلوج. الباكلوج هو عباره عن البيندينج كونكشنز فممكن نخلي زيرو بيندينج كونكشنز ونقول سيرفر SID و zero pending connection. بعد ال listen accept ال accept نروح man accept ال accept بترجع السوكت ID لل connection اللي وصلها فهي بتاخذ السوكت ID لل socket الحالية وبتاخذ ال structure address لل client اللي يعمل connection ولاحظ بتاخذ بوينتر الى الستراكشر اي بي ادريس او السوكت ادريس وبوينتر الى اللينث لهذا السوكت ادريس. فنيجي هنا وممكن ننسخ هذه ونغير فقط في السيرفر الى كلاينت نقول كلاينت ادريس وكلاينت ادريس هنعمل كمان هنعمل client adder length هتساوي size of client address. طيب اذا هنا حنقول server SID و بتاخد ال هنعمل لها casting struct sock adder ل client address بالإضافة إلى pointer إلى client adder link. طيب
وبترجع ايش؟ بترجع ممكن نقول client SID، فالاكسب بترجع سوكت اللي واصله من الكلاينت. هذه السوكت هي اللي حنستخدمها في السند والريسيف. فعندنا هنا سند وريسيف. طبعا سند وريسيف بتعتمد على كيف انت مصمم البرنامج. احنا حنصمم برنامج الكلاينت هو اللي حيرسل والسيرفر هو اللي حيستقبل، لذلك هذه ما نحتاجها، حنروح على ريسيف مباشرة ونقول اعطيني ريسيف. ريسيف بتاخد السوكت اي دي اللي طلعناها هي الكلاينت اس اي دي والبفر سايز ولينث لهذا البفر وفلاج، فنحتاج الى بفر نستقبل فيه، فنعمل بفر سايز. فخلينا نقول هنا ديفاين سكيلر، هنقول بف سايز نخليها 10، فهذا البفر سايز. الريسيف هنقول كلاينت اندرسكور اس اي دي، وحتحتاج البفر هنعمل بفر ونقول البفر من سايز بف سايز، فهذا هو البفر اللي حيتم استلام الداتا فيه، وهنقول هذا البفر وهذا السايز لهذا البفر بالإضافة إلى الفلاج. بعد الريسيف حيصير شت داون أو كلوز، فخلينا هنا نعمل كلوز. كلوز ليش؟ للكونكشن هذا، فحيقول هنا كلاينت اس اي دي. وبكذا نكون خلصنا السيرفر. فخليني اعمل شوية مسجز للسيرفر، مثلا بعد ما يعمل السوكت هنا هقول له برنت اف، خلينا نعمل التمبلت بعدين نبدا نحط فيه. فنقول هنا سيرفر، وهذه كده، ونقول سوكت كرييتد. بعدين بعد البايند ممكن اقول، او بعد اللسن ممكن اقول هنا waiting for client، وبعد ال connection ممكن أقول connection accepted. ليش كذا؟ connection accepted. وبعد الريسيف، بعد الريسيف ممكن اعمل بدل كلمة سيرفر اقول client والمسج اللي ارسلها السيرفر، او عفوا اللي ارسلها الكلاينت اللي هي مخزنة في البفر، وبعدين ممكن هنا نقول ننسخ هذا ونقول هنا connection closed بدل accepted، نغيرها إلى closed.
فهذا السيرفر gcc server output. في عندي error buffer size 34 typo 34. ونروح على size compile client address lint سطر 30 سطر 30 بدل lint lin ممتاز. السيرفر الآن compiled تمام. فخلينا الآن نجي على ال client. خلي قبل ما نشغل السيرفر نشوف ال client كيف حنبني ال client. نفس ال code ولكن حنبني ال client في virtual machine أخرى. فهنقول ال virtual machine الثانية هذا ال IP حقها One nine two one six eight one hundred eleven. فنجي نشوف اليوزر at 192.168.1.111 وندخل الباسورد. الآن أنا في الماشين الثانية فأقول cd documents sockets ونقول هذا الكلاينت دوت سي. طيب ننشئ الكود. خلينا اول شيء اضيف اللايبراريز include sys types sys slash types dot h و include sys slash socket dot h و include arpa slash inet dot h و include net inet slash n dot h. بعدين نبدأ نعمل ال sockets. فنقول socket والسوكت هذه بتاخد ال AF INET وناخد ال SOC STREAM وزيرو. هذه بترجع لنا ال CLIENT SID. فالآن هذه نعرفها client SID. طيب بعد ما عملنا السوكت نيجي نعمل connect. connect تحتاج الى اننا نشوف المانوال. connect connect بتاخد السوكت ID مع الاستراكشر للادرس. فنروح على client عفوا client SID. ال structure للادرس برضو حنعمله زي ما عملناه في السيرفر. حنقول هنا struct sock adder in ونقول client address وحنعمله هنا بكاستنج سوك ادر للادرس لكلاينت ادر. دقيقة ويتبقى بعدين اللينث اللي هو السايز اوف
client adder. كده عملنا الكونكت، ولكن نحتاج اننا نعمل ال initialization لهذا الستركشر. فهنقول client adder.sn underscore family equal af underscore inet client address dot s underscore port equal نفس الفانكشن h2ns نفس البورت و client adder dot sn adder dot s adder. هذا حتساوي inet adder، وندخل ال IP adder للسيرفر اللي هو 192.168.110 right بالضبط. طيب بعد كده عندنا جاهز الكلاينت، نروح على الكونكت. الكونكت أصبح جاهز، عمل كونكت، و بعد الكونكت نبدأ بسند الداتا. فنروح على سند، ولكن خلينا نشوف سند في المانوال. سند، فسند بتاخد السوكت اي دي بالإضافة إلى بفر ولينث وفلاج. فنرجع نقول هنا client SID بالإضافة إلى البفر، فهنعمل بفر، فهنقول هنا car بفر، وحجم البفر هذا هيكون ب، هنقول طبعا نراعي إننا عملنا في السيرفر بفر بحجم 10، فهنحتاج هنا في الكلاينت نقول هنرسل مسج بحجم 10، هلو هذه 5 6 7 8 9، والترمينيشن كاركتر هي 10. اذا هذا النص اللي حيرسل هلو او اس، وحنرسله هنا بفر، واللينث حيكون سايز اوف هذا البفر. اوكي، بعد ما ارسلنا الداتا نعمل شت داون، لانه السيرفر حيعمل كلوز فهنعمل شت داون. خلينا نشوف الشت داون. نقول مان بس عشان في اكثر من شت داون، ككوماند شت داون. في عندي شت داون في مانوال 2 وشت داون في مانوال 8. فشت داون 2 شت داون بارت اوف ا فول كومبلكس او فول دوبلكس كونكشن، وشت داون 8 هولد باور اوف ريبوت ماشين. نو احنا نبغى شت داون 2، فنقول مان 2 شت داون. فاذا شت داون فانكشن بتاخذ السوكت فايل ديسكريبتور والهاو. هاو عندنا 3، شت ريد شت رايت وشت ريد رايت. فاحنا حنعمل شت رايت، ونرجع نقول هنا شت داون اللي هو كلاينت اس اي دي وشت اندرسكور رايت. طيب خلينا نحط الان مسجز، فنقول بعد السوكت نقول برنت اف، ونقول هنا client فخلينا نقول هنا ايش socket
created وبعد ال connect ممكن أقول try to connect server. Try to connect server. وبعد السند ممكن أقول message sent. وبعدين ممكن أقول connection connection أو send shutdown أحسن أو partially shutdown connection partially shutdown. ونجرب الآن نعمل compile. عندي typo سطر 26 too few arguments. send بتاخد كمان I think انها بتاخد flag. نعم بتاخد فلاج. فنرجع سطر 26 ونروح للأخير. وعندي سطر 28 في دوت زايدة. ممتاز الآن الكلاينت بيعمل كومبايل تمام. فالآن نيجي للتشغيل. في السيرفر لابد انك تشغل السيرفر بصلاحيات الادمن او عفوا بصلاحيات الروت. فنقول هذا السيرفر وهذا الكلاينت. فالآن نشغل السيرفر أول. نلاحظ السيرفر عمل الكرييت للسوكت وانتظر إلى أن يجي كونكشن من الكلاينت. نشغل الكلاينت. هيشتغل الكلاينت يعمل سوكت يعمل كونكشن للسيرفر تايبو. بعدين يرسل المسج. هيستقبل الكونكشن وهيستقبل المسج ويطبعها وبعدين يقفل الكونكشن وهنا يقفل partially الكونكشن. فبهذه الطريقة ممكن انك تعمل سوكت بأبسط شكل. ممكن انك تاخد الـ IP address dynamic بدل ما تدخل الـ IP address يدويا. ممكن تاخده dynamic باستخدام function get host by get by get host by name. هذه function بترجع لك الهوست باستخدام ال هترجع لك الهوست باستخدام ال IP.
فانت فقط تعطيه النيم وهي تعطيك الاي بي، وهي بتحول حتى لو اعطيته اي بي ادرس، فحتحول الاي بي ادرس الى نيم، حتحول الاي بي ادرس الى رقم، وبعدين ترجع تتعامل معاه وترجعه الى باينري وتدخله في الكود وتستخدمه من جديد. فهذه ستريت فورورد دايركت، تكتب الاي بي ادرس اي نت ادر وجيت هوست باي نيم اذا كنت تعرف النيم. كمثال هنا لنفرض انا عندي هذا السيرفر، النيم حقه ممكن اقول هوست نيم سي تي ال، حيعطيني الهوست نيم. ففي ام لو قلت له في ام حيعطيني الاي بي حق هذا الهوست. طبعا بما انه انا عندي هنا الهوست الثاني كمان في ام، فممكن يختلط عليه النيم فيعطيني الاي بي. اذا كتبت الكود في الكلاينت حيعطيني الاي بي حق الكلاينت، اذا كتبت الكود في الهوست حيعطيني الاي بي حق الهوست. لذلك الجيت هوست باي نيم لابد تكتب الهوست نيم كامل. كمثال انك تكتب مثلا google.com، فلابد يكون عندك دي ان اس بيشغل هذا الهوست نيم، بينما الان ما مش مضمون انه حيوصل الاي بي ادرس 10 للكلاينت، لانه كلاينت ايضا بنفس الاسم لانه نسخه من الفيرتشوال ماشين. اوكي، فممكن كده انا استخدمت الاي بي ادرس مباشره. طيب هذا كان طريقه استخدام السوكت نتورك. فنشوفكم ان شاء الله في تمارين أخرى.